السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبودي نيتر، معكم عبودي نيتر جيمينج، واليوم حنجيب لكم بناء الوايز نما هاجنيتر. طبعا تقدر انت تستخدم اي سلاح هنا تبغاه، ممكن حتى احنا نستخدم الفيستس مع البلاد ستيند او الفيست مع الدول سوردز. احنا هنستخدم الفيست لهذا البناء، بس عشان تشوفوا كيف نعمل البناء ده لما نبغى نستخدم الفيست، مش عشان الفيست قوية او عشان الفيست اقوى من الدول سوردز. انا العب بالدول سوردز، انا ارتاح للدول سوردز، تمام؟ طيب البناء هيستخدم 6 قطع سوسانو و 7 قطع درع الماجيك تسكيومي او تسكيومي بالضبط. ليش درع الماجيك؟ الماجيك هذا هنا لما ترفع ماجيك حقك 200 يعطيك زيادة 15% لما تشغل البف اللي يجيك من هنا. البف هذه تشتغل لما تستخدم الاومنيو ماجيك. لما تستخدم الاومنيو ماجيك حيصير لك حاجتين، حتزداد 15% في قوة ضربتك لمدة معينة، حتظهر لك البف فوق عند الطاقة حقتك. غير كده طول ما البف هذه شغالة، انت لو عملت ضرر للخصوم كافي، الماجيك اللي انت استخدمته عشان تشغل بو البف ممكن يرجع لك، او اخر ماجيك انت استخدمته ممكن يرجع لك التالزمن اللي انت استخدمته. فهذه مرة مفيدة ان احنا ايش نستخدم التالزمن حقتنا في اللعب العادي، خصوصا زي ما نبغى نقعد بس نقعد نعمل حوت جايوكي، حوت جايوكي ونرجع التالزمن، ونسوي الحوت ياتسونوكامي مثلا وحوت جايوكي. ياتسونوكامي افضل ضد البني ادمين، جايوكي افضل ضد اليوكاي. لو قدرت توقت جايوكي افضل بشكل عام، لانه يحط كمان سم ويسوي كي ضرر كي اكتر، لكن لو صعب توقيته ضد البنادمي لانهم سريعين، يبارك تعمل لهم باراليسز او شيء زي كده. فانا افضل ياتسونو كامي ضد البنادمي. اوكي طيب، الاكسسوري حقنا طريقة التفريم انا حخليها في فيديو منفصل عشان ما يطول هذا الفيديو، هذا الفيديو ما بقى يطلع لربع ساعة. اليسكاني حقنا فيها كوربشن، عشان كده احنا مستخدمين ملي كي وكوربشن، ملي دامج فيرسس زيرو كي وكوربشن. عشان كده احنا مستخدمين الجارديان سبيريت الثاني هذا اللي هو كوزونها. كوزونها طبعا حيكون فيه له حيعطيك انيما بونس اومنيو ماجيك، هذه مره كويسه. ولو اقدر انا اشوف الجارديان سبيريت، بس ما اقدر اشوف من هنا لانه في غباء في الموضوع، غباء شديد ماني عارف ليش ما تقدر تشوف الجاردين سبيريت من هنا، لازم تروح تشوف الجاردين سبيريت من الشراين عشان نوريكم ايش فيه في الجاردين سبيريت. فهذا الجاردين سبيريت حلل لي مشكلتين، حلل لي مشكلة انه انا اقدر استرجع الانيما، لانه استرجاع الانيما كان في النماها جينيتر ضعيف. بالمناسبة هذا البناء هو تحديث للنماها جينيتر، سميناه الوايز نماها جينيتر او النماها جينيتر الحكيم، ممكن تشوفوه من الرابط اللي فوق، لازم ترجع وتشوفه، لانه الاشياء اللي شرحتها في هذاك البناء تكلمت نص ساعة بالتفصيل تقريبا على ما أنا أفكر هي نص ساعة ولا 25 دقيقة على الكومبو وكيف تستخدمها وكيف تسويها وكيف تدمر الكي حقة الخصوم. طيب غير كده لما احنا نستخدم الكومبو هنا، اللي انت حتسويه انك حتستخدم الكهرباء. لما تستخدم الكهرباء حيحصل لك حاجتين، حيحصل انه حيجيك انيما من جوزوكي وحيجيك انيما من الجارديان سبيريت لما نتكهرب الخصم. بعدين لما تعمل له كوربشن، لانه لازم تعمل كوربتد لانه الاكسسوري حقتك فيها كوربتد، هيجيك انيما من الكوربشن حقت امبيبو، وبعدين هيجيك انيما من الكونفيوزد. فمن الجارديان سبيريت هذا لو انت عملت له كونفيوجن هيجيك انيما مره كثير، تقريبا في حدود 7 انيما، 7 ونص 8 انيما. لو كنت في الجارديان ليرن 9، لو كنت برا الجارديان ليرن 6، تمام؟ لانه 2 اذا ماني غلطان من كل 2.2 من كل واحده، ف 6.6 اجمالي. هذه اي بلس، ممكن اكثر. اوكي هذه اي ماينس. بس هذا هو اللي حاصل، يعني لما انت حتطلق الكهرباء وحتطلق الكوربشن، الاثنين حيسوي لك كونفيوزد وحتاخذ انيما من الثلاثه. بعدين حتغير على الحوت، حتسوي الكومبو حقت الحوت جايوكي، حتحط عليه مويه، تزود مدة الكوربشن حقته، وحتحط عليه سم، تمام؟ وبعدين ممكن تروح على الامبيبو لو باقي عنده شوية كي، تسوي امبيبو وتسوي الضربة حقتك، حيكون حيخلص على امبيبو. وحتى يمكن ما تسوي امبيبو، يمكن ما تلحق تعمل امبيبو والكي حقه حيكون قد خلص. فاحنا حنشوف الدحين، حنشوف فين نبغى نشوف، نبغى نسوي سكرول حقت جوزوكي موزوكي، ونبغى نعمل في اللعب العادي. فحنوريكم هنا، حشغل الليفل سينك عشان بالنسبه لتقسيمه النقاط. طيب الفترن تبغى فيه اكتف سكيل كي واكتف سكيل على كل القطع، لكن انا ما عندي الا قطعه واحده، وما عندي اللي تخليني احول الجريس، القطعه اللي تخليني احول الجريس لتسكيومي او سوسانو،
عشان كده ما جبتها، لكن القطع هي موجودة هنا، هي قطعة خصر أنا فاكرها. عندي فترن مليان من كثر الفترن اللي فرمته، أنا مقفلها، مش مفترض إنها مقفولة. هذه أكتف سكيل وأكتف سكيل، لا وعدها طلعت كمان بأنتج قطط. فلما يجيني الجريس انهيرتنس هحولها، الى الان ما اقدر استخدمها لانها درع مويه، ما هي درع الماجيك حقتي. فرمت مره كثير مره كثير ما طلعت لي الا واحده، لكن اقلها عرفت اني اقدر اطلع واحده. القفاز حقك يفضل انه يكون فيه 100 ملي اتاكي كونسمشن. عندي قفاز حلو فيه له وضعيه هجوم في الوضعيه العاليه، زياده هجوم وملي اتاكي كونسمشن، فهذا قفاز شبه مثالي. عاد وباقي لنا اكتف سكيل كي، ممكن نغيرها مع مع الاليمنتال دامج. والله صعب، ايش حشيل لو كان عندي اكتف سكيل كي؟ فالقفاز اتوقع لازم هتضحي يا بالكي يا بالهجوم. الانتش لازم على كل قطع، الانتش ضروري على كل قطع. لو عندك انتش على سكرول ممكن تضحي بيه بقطعه واحده بس مو اكتر من قطعه، تمام. الصدر برضو هذه ضروريه لازم تكون على خوذة السم المثاليه، حتكون فيها انيما تشارج ملي كي انيما 1.2، وحيكون فيها اللي هو ال انيما تشارج وملي كي. ايه بالضبط، ومش معليش اكتف سكيل كي مش ملي كي، وانيما تشارج ملي اتاك وانيما 1.2 انتش واتاك. طيب تقسيمة النقاط حتكون كالتالي. طبعا احنا عاملين ريمودل للسلاح بحيث انه يستفيد من الماجيك والهارت، غير كده عاملين ترانسفورم بونس ماجيك اللي يخلي اقوى شيء السلاح يستفيد منه ويغيره للميزة اللي انت حطيتها على السلاح. فانا حاط ترانسفورم بونس ماجيك، دحين السلاح حقي يستفيد من الماجيك اكتر حاجة. نفس الشيء بالنسبة للدول الدول سورز، ونفس الشيء بالنسبة للدول بلاستيند وداتشي، تمام. طبعا هذا الدول سورز نفسها حقي حقت النماها جنيتر، طورتها اللي كان فيها اتاك بونس هارت لو انتم فاكرين يعني. طيب طيب يصير هنا، خلونا نشوف السكرول اول بعدين نشوف اللعب العادي عشان كمان نشرح الكومبو. حنسوي الكومبو السكرول حقت ميزوكي. ميزوكي طبعا هذه السكرول اللي انا حطيتها في بداية الفيديو، هذه السكرول اللي لعبتها مستوى 514 زي ما انتم شايفين. عندنا ميزوكي بوزوكي سكرول ترانسفرنس، لا خلونا نستخدم واحدة من دي ونبدأ. بسم الله، ما في سول بريج ما في مشكلة نخش برضو، بس زودوا 50% على الضرر اللي يطلع بالسول برج. اوكي انا ما هعبي الانيمو حقي، بس حوريكم كيف الانيمو ترجع لما احنا هذه 6.2 من وحده رعد. اوي اوي صاحبي اوي، هذه 6.3 حبات وقدو حقنا الانيمو كلها رجعت وما خسرنا الا واحده، تمام. طيب نيجي للكومبو. اول حاجه سلوث ويكنس، بعدين حتسوي كده وكاميتاتشي، حتحول على الحوت، حتطلق الحوت جايوكي، ولو عادوا باقي فيه شيء حتسوي عليه كهرباء امبيبو، وحتيجي للضربة حقتك اللي زي ما انتم شايفين يعني التنقيص يتكلم عن نفسه، تمام. فهذه الكومبو المثالية دقيقة. بس انا دحين في وضع لا اقصد عليه. واو لا لا ما كنا نبغى نضربك انت، يلا ما في مشكله يا صاحبي، بس ممكن انا عارف انك حتسويها، عارف انك حتسويها، عارف انك حتسويها. طيب انا حقي كامله حلو عشان اخذت السوكر. طيب مره ثانيه، لو مثلا دحين الكي حقه ناقص وما تبغى تطلق كاميتاتشي عشان ما تبغى يطيح، ممكن تسوي كذا بس تطلق ال ايش يسموه ده، تستنى تحول على الحوت جايوكي وتسوي من كهرباء لانتبو وتجي تدي واحدة من ورا، تمام. طبعا لاحظوا انه هذا كله من غير سول بيرج يا اخوانا، يعني بسول بيرج هذا التنقيص اللي انتم حتشوفوه حيزداد 50%، يعني التنقيص حيوصل ل 120,000 يا صديقي. نسوي بناء قاعدين، احيانا لازم تشغل حقك
احيانا لازم تشغل حقك وخلص معنا. اوكي يا سكاني ما قتمه توقع الدنيا يا سكاني زي نعلم الناس اللي سكاني اللي قاعد تنزل من بعد التحديث قاعد تنزل سكانيات خايسه شايف كل السكانيات اللي تنزل اللي قاعد تنزل لي كده سكانية غبيه السكانيات اللي قاعد تنزل غبيه يعني قبل التحديث كان ينزل لي حاجات مره حلوه هذه الكوربتد نزلت قبل التحديث عشان كده فيها اربعه بس ما فيها خمسه زي هنا. طيب دحين حنشوف اللعب العادي يا اخوان حستخدم الدول سوردز ما حستخدم الفيست هذا بالمناسبة الفيست ممكن لو ترفع الستاكات حق المستوى 9 أو مستوى 10 كأني حسبت ذاك اليوم 70% أو 80% لكن تقعد وقت قليل يعني لازم تشبكها في كومبو مرة رهيبة يعني لو قدرت أنا أجيب لكم كومبو زي العالم والناس على أساس إنه إيش زي ما أنتم شايفين تخيل هذا التنقيص مزود ب 80%. طيب عموما هذا مش اللي احنا انا احب في الوضعيه الواطيه اسوي ستومب اسوي ستومب سبينينج كيك ستومب سبينينج كيك ستومب سبينينج كيك ستومب سبينينج كيك عشان اوصل 10. لو تبغى انت يعني تسوي يعني فعليا انت بتسوي حاجه زي كده ممكن الفيس كفيست يبغاله اختبارات كثيره عشان نوصل للفيست المثاليه يعني ولما اوصل لها ان شاء الله حنزل لكم عنها فيديو لكن اذا وصلت لها واذا ما وصلت لها صراحة يمكن هذا يكون اخر عهدنا بنيو زي ما تكلمنا في الدي سي لانه بدأت اللعبة دي خلاص يعني التفريم فيها صعب مرة متعب لدرجة مرة صعبة فبس وضع يا جماعة الخير الفكرة في الفيست انك انت لازم تدمج اكتف سكيل مع هجمة زي كده انا دمجت اكتف سكيل مع المربع اللي هي مربع مثلث بعدين ضغط مربع يعني هذه مثلث عشان تسوي الاكتف سكيل بعدين تدمج بالهجمة تمام بعدين ممكن تضغط مثلث وتسوي اللي هي مثلث مربع الهجمة الثانية ممكن باللو ستانس يكون افضل اي شايفين بس هذا الاسلوب ممكن لو انت كده فنان ممكن تسوي مثلا دقيقة في كومبو انا كنت اول شغال عليه كده لا دقيقة عشان تقلل المسافة بينك وبينه ايش بما يسوي الواحد اكس يا راجل ايوه وهذه تشبكها مع دي كده مرة حلو ففي اكثر من حاجه ممكن تسويها لكن هذه الواحد اكس ما هي راضي تشتغل فممكن نسوي ستومب سبينينج كيك حول على ستانس هاي حول على ايش يسموه ده سوي الثانيه دي حقت النايف حول على ستانس ترجع للستومب حقتك وعلى حسب الكي يعني خلص ولا ما خلص ولما تعمل كي بلس يرجع ايش يسموه ده يعني شوفوا الحين عملت كي بلس رجع فخلي في بالك هذا الموضوع وانت تلعب هذا البف اللي انا ما نعرف حقت ايش هذا حقت لما تعمل ستون بيجيك ما نعرف ليش يجي ما نعرف لما يصير احمر ما يبطل يرجع طيب فبعد ما توصلوا 10 انت تبى تختم بهذه الضربة اللي هي بس دي لو سويتها في وقت غلط مرة مشكلة. وبس يا اخوان. سلامتكم يعني. طيب. نروح نشوف البناء في كده على السريع مرحلة فيها كده ناس حقت شيباتا هذه اللي نحب نختبر فيها البنات حقتنا. نشغل فيها الليفل سينك. ونشوف البناء طيب يا اخوان حنلعب هذه المرحله الان حنشوف البناء في مرحله كده عاديه فيها وحوش وهو حلاوه البناء صراحه في المراحل اللي زي دي
طيب خلصنا على صاحبنا هذا يا تميرو. طيب حلو. الستاكات حقت البنز كم فيك؟ ما اعرف انا اشتغل انتش ولا الحوت اللي انا قد استخدمته قدني رجعته، ما ادري هو اشتغل انتش ولا انا رجعته بالطريقة حقت. بس عشان تشوفوا انا دحين ما اشتغل انتش تمام. فلما ننقص هذا تنقيص كافي زي ما انتم شايفين بار قاعد يرتفع، لما يوصل البار لاعلى شيء حيرجع حقي التالزمن ويقعد فترة يعني لا بأس بها. الفترة اللي يقعدها فترة كويسة قلني رجعتها. دحين دحين انا محتاج انيمة. ها حول على ده عشان ناخذ الانيمة اللي احنا محتاجينها. لما تكون متضايق في موضوع الانيمة ما حد زي هاد دحين ما حتطلع سول كور، فلازم حتضايق في موضوع الانيمة خصوصا لما تيجي كده اثنين مع بعض. وبس اللي بعده واستخدمنا الحوت مرتين وما زال حقنا التالزمن 4+4 زي ما هو. فاللي يحصل لما انت تستخدم الحوت، لما انت ترسل الحوت عليهم حيحط الحوت المويه، او اذا استخدمت الكوربشن برضو ماشي حال الكوربشن، لان الكوربشن حيعطيك 40% بينما الحوت حيحط 20% حقه المويه، 15% حق الحوت، و15% حقه جايوكي. عندك 50% من المويه تمام. فالبناء بناء لطيف. الحين انا متعمدا ما حستخدم جاردين سبيريت مره ثانيه عشان ابرجع راح عليه. طيب لو اشتغل انتش دحين، دحين خلوكم معي، لو اشتغل انتش بعد هذا اللينك يشبه كذا سريع. ما اشتغل انتش وللاسف راح علي الثاني، نرجعه لكن ما في مشكلة. رجعت تمام. ما اشتغل برضو الانتاج، ماني عارف ايش به اليوم، مو راضي يشتغل. هذاك طلعت بدري يا صاحبي. هو عشان لو متنا احتياط السلوت جاي على مين، جاي عليها. رجعنا السلوت حقنا. هذا احلى شيء، هذا احلى شيء في البناء انك ترجع التالزمن حقتك اللي انت استخدمته. انا عشان يطمع ابغى حلو اشتغل انت. طيب اللي بعده يا صاحبي خلاص يكفي. ايوه هذه طبعا لو جت فيك، بس هذه اللي سواها الدحرجه دي انت رحت فيها خصوصا على الوايز. هي اصلا من اول كانت تقتلك، من الديمن كانت تقتلك. يا عمي طفشتني ترى، خلاص موت. لما يصحى السلاح حقك انا سمعت انه تزداد 30%، ما ادري اذا ذكرت هذه النقطه ولا لا، لكن انا سمعت انه يزداد 30% في القوه لما يصحى السلاح حقتك. فماني عارف هل هذا الكلام صحيح ولا هو لما يصحى لما يصير كذا القوه حقت اليوكاي حقتك تصحى. اوكي بسرعه 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 خلينا نجمع نجيب فين اللي يسموه ده نبغى جاردين سبيريت. لا 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 حتروح يروح البف. خلاص راح، يلا ما في مشكله راح علي ما في مشكلة. خلاص هخلي الاثنين البقية ل لا 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 اوه ضربة مدفع من ورا، ضربة مدفع من ورا. كويس انها ما قتلتني. طبعا ليفل سينك شغال يا اخوان، ها
المفترض يعني. وإذا مو شغال مو شغال مو المشكلة. الله الإنكي ذاك سوى فيها شيء. الدول سولد حلو في الوضعية الواطية، خصوصا لما يكون عندك أكثر من واحد تتضارب معه. طلع 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 القرنبة حقتك الدين. هات اللي بعده. فينك يا حي وسهل يا حي وسهل سنيور شيباتا. طيب كويس كويس، ما قتلني ما قتلني ما قتلني ما قتلني. أح شيباتا 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 شيباتا. طيب حلو. طبعا ما كان عندي وقت اسوي ال ايش ده. انا كيف غيرت على على الوداتشي. وهذا كان شيباتا يا جماعه الخير. عموما احنا وريناكم وحش مره صعب في بدايه الفيديو، ووريناكم سكرول مره عاليه للكومبو، ووريناكم كده في اللعب العادي على الطبيعه كيف ممكن ستاكات ستة زي ما انتم شايفين. طيب انا طبعا حتى ما كنت راعي، يعني ما كنت مخلي بالي من الستاكات، بس هي كده ترتفع لما تلعب بالدول سوز بالتونفا بالكوساريجاما. الاشياء اللي انت تستخدمها تخليك ترفع الستاكات. انا اختم هنا يا جماعه الخير، لا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب. كان معكم عبودين تنقلات مع عبودين تنقلات جيمنج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.